يا السلام عليكم الدراري والبنات، معكم على جاس ام وفيديو جديد ورياكشن جديد. اليوم جينا لكم الراب الجيريان عاوتاني مع الارتيست اللي كنحماقوا عليه كاملين وصدعت صوني في لي كومونتير اللي هو سكورب. دونك بلا ما نطول عليكم الخوت ندوزو الرياكشن ديالنا، وكيف ما كتعرفوا كيف ما دائما اللي طاح في المقله هاي تاكله دونك الخوت نتاع الرياكشن ديالنا كيف ما دائما. ومعنا اليوم سكورب بالتراك ديالو اتوميك اللي خرج هادي وقيله نوفمبر حد العام اللي فات. دونك التراك اللي اوديو برود باي فريزي بيت، التراك اللي كان في سوجيستيون ديالكم في لي كومونتير بزاف. شوف سكورب اتوميك، سكورب اتوميك، سكورب. شوف التراك ديالو اللي هو اوتونوم ودخلته في بلاي ليست عندي، عجبني بزاف من ناحيه التكنيك ديال الفلو كيف كيلعب به لي جو دو مو كيف كيلعب بهم. دونك هنا اصلا من العنوان ديال سكورب اتوميك يعني لاعب واحد التكنيك دو موديل بومبا اتوميك. دونك كنتوقع تكون شي حاجه اللي الهربه في لي جو دو مو داكشي. دونك الخوت بلا ما نطول عليكم داو رياكشن ديالنا مع سكورب اتوميك. ليتس جو فريزي بيتس سكورب اتوميك اتوميك تكنيك وين طوم في نحار نار في الفوني كونترا في الليل بوطو في يدي كليك شي ديابوليك فانتوم جنابوليك صامري جنابوليك مع الدخلة. شوف داخل سخون كيلعب هنا وهنا وهنا والريتم والقافية داكشي ماشي كليك 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 كليك. شاراوت شاراوت خايف من الهاند كافس اي فلو لعبنا فلو فوق البيت فوق الراب فوق نادم القرار بوكرنا في الليل طافي رايس في القضاء رايس في الفضاء شافي حوالي زينا بايس في لاطا بصايح حنا طرف فيها لا 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 ريبلاي 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 لا رايس في الفضاء نايس في القضاء. شوف الكتابه ديالو قلت وباقي كنعاودها الهربا فلو لعبنا فلو فوق البيت فوق الراب فوق نادم القرار بوكرنا في الليل طافي رايس في القضاء رايس في الفضاء شافي حوالي زينا بايس في لاطا صايح حنا طافي قايس تدعي في لا ديفونس عايب بكلاطاك دنيا تكلاطات فوجيك لي احلامي خضرا تمرا والله ما طابت خضرا تمرا والله ما طابت. واه شوف ديب 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 لي ميتافور اللي كيلعب بهم شي حاجه اللي بعيده بزاف. داكشي ديال كاندريك لامار ولا هيدا جانيه شوف فصل لك الكتالوج ديال الراب دابا عاود شنو فيه الكتالوج ديال الراب عندك كتيبادور يعني كتابه ديال الذهب وهادشي اللي كنشوفه عندك اخي سكورب فلو ميتافور فلو وميتافور واي اي كلمي دور ينضرب فيك الراب تخرج منك ميتافور اتونيك تكنيك وين طوم في نحار نار في الفوني كونترا في الليل بوطو في يدي كليك شي ديابوليك فون طوم سومبري صليب وعمان فيك تيت كوتي كالمي روجيك غير ميلودي شومبري زولي راسي بيكنيك براور صاني لانكم باتون فاي ستار. عجبتني ديك النوطة ديال شومبري زولي او توب لاين نايس شوف شوف راسي راسي كساتوري بزاف بهادشي اللي كيقول اصاحبي خصني نبقى نعاود دابا وش ساعة كاسكرو كاسترو مع بزاف بزاف فايف ستار مخي استرو كيف الراب ريفولوشن كيما كاسترو 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 لي طويل نو ماني نيجز كان مرو يشاري شراف نشاري بالحشيش راح البال مع قوافي ونسى بالمشاكل مشاوي المخ مشاوي عشق الظلمة كان مطوشاوي نعيشة كيف راب كاسك وحدي نهضر مشاوي شيشة ويد لك بوس نيك الناس مع مانتنونس مانتنون علاش عليا المانتنونس لا لا بونس تكايس علي يا اخي سكورب تكايس علي مانتونس مانتونس راه راك شارك لك جوج كلمات اللي عمرك كنتي تظن انهم يجيو في قافيه مانتونس مانتونس
والطريقة اللي لعب بها هي اللي كتخليهم يجيو مع بعضياتهم اصاحبي. بوس ليك الناس مع ماتنونس ماتنونس على شهية ماتنونس على بانس فوق وبيتش ابراهيموفيتش نيفو يقوريش طاحني عمر طاحت لي لبالي ابراهيموفيتش التسريمة مع بيتش. هنا كتعرف باللي لي ميتافور اللي في راسو عايش عالم بوحدو. هنا عرفتك علاش بومبا اتوميك ستيلو ديالك زايد لبومبا اتوميك راح سكورب وشارب لحد الان جاني اقوى درابور الجيريا كرابور ماشي كارتيست كرابور كتابه وكذا ما عندوش دي كليب الصراحه الراب الجزائري كامل ما فيهش دي كليب اللي واعرين بزاف وديك شي ولكن التراكاس ديالو الميكس ديالو فلو ديالو لي ميتافور ديالو كيبقى رابور متكامل بالنسبه لي والطوب 1 عندي في الجزائر دابا هو سكورب Shout out Freezy Beats La Prod Nice Shout out Lyric Lizzy Tish Lعبة في Intro والله مش بعت سنة متراك اسحب لي الرفران يكون والله خار شارك شارك من اللي زاد اللعيبة في الاخر شارك لي لا لا هادي ديجا قالها في الرفرا عاد سكا واو لا برو انا استريب بوحدو راه عالم راه تنتمزك له انا بوحدو لا استريب كاع بلا ما سمع سكور بلوس تو او كيف ما كتعرفوا ديجا عامل ابوني لايك ونزورو ونعاودو نعملو لايك سكور شاروت ليلك تراك التقييم ديالو شوف بدون نفاق بدون تطبيل نتوما كتعرفوني ملي كتكون شي حاجه مزيانه كنقولها ملي كتكون شي حاجه خايبه كنقولها تراك هذا 9.5/10 كتراك ديال الراب 9.5/10 ما يزول لك شي الطبيب اخي سكورب دونك سكورب ونتلاقاو في رياكشن جديده واليوم باقي نزل لكم فيديوز اخرين ان شاء الله باقي غتشوفوا الرياكشنز على دي زارتيست الجيريان حتى هما وكيف ما كتعرفوا دائما اللي طاح في مقله كيتسقلى حتى الله اللي طاح في مقله خايف